السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين الكرام، ننتقل وإياكم في حلقة جديدة عبر حلقات برنامجنا الوطني إنجازات وطنية عبر شاشة قناة جوسات الفضائية الأردنية. وضيفتنا لهذه الحلقة سعادة الدكتورة وفاء قاسم أحمد، وهي استشارية الأمراض الباطنية والرعاية التلطيفية والألم، وهي أشهر من أن تعرف في هذا الاختصاص والقطاع. سعادة الدكتورة وفاء قاسم أحمد، بنرحب فيك ببرنامجنا الوطني بداية، وبنحكي لك مساء الخير. مساء النور والعافية، أهلا وسهلا فيكم. نعم سعادة الدكتورة وفاء قاسم، أكيد أنت أشهر من أن تعرف في هذا الاختصاص وهذا القطاع. حابين نعرف السادة المشاهدين مرة أخرى أيضا، من هي سعادة الدكتورة وفاء قاسم أحمد؟ تفضلي. دكتورة وفاء، أنا استشارية أمراض باطنية ورعاية تلطيفية وألم. أكملت دراستي البكالوريوس الطب في جامعة الكويت، وإجيت عملت الامتياز، بلشت هون في الأردن، أكملت الامتياز وبعدين بلشت برنامج الإقامة في المستشفى الإسلامي. نعم. واستمريت بعد ذلك في العناية المركزة إلى أن تركت الإسلامي في 2007. نعم. حصلت على البورد الأردني بال 98، ولكن آخر 12 سنة كان عملي في الإسلامي في قسم العناية الحثيثة للقلب. نعم. أمضيت سنة في المستشفى الاستشاري في وحدة العناية المركزة والقلب، بعدين انتقلت إلى مركز الحسين للسرطان. نعم. بدايتي كانت في بارت تايم في الاي سي يو أو العناية المركزة، ولكن انتظمت في العمل بال 2010 بقسم الأمراض في قسم الطوارئ في البداية. نعم. وبعدين انتقلت إلى التخصص اللي أنا صراحة يعني وجدت نفسي فيه، اللي هو رعاية التلطيفية والألم. نعم، يعني سعادة الدكتورة أكيد لك الباع الطويل والخبرة في هذا الاختصاص الرعاية التلطيفية والألم. نتحدث الآن عن تأسيس هذه العيادة بحلتها الجديدة، بنحكي لك ألف مبروك لهذه العيادة، أكيد يعني تستاهل ما شاء الله، ما قدمتي من عطاء بناء وإنجاز قائم ومتداول لحد هذه اللحظة ما شاء الله بخبرتك في هذا الاختصاص. متى تأسست هذه العيادة؟ العيادة بلش مشروع الانتقال إلها بعد ما تركت مركز الحسين، كانت فكرة في بالي بالأساس. نعم. لكن انتقلت مرحلة جزئية، كنت في مستشفى الاستقلال. نعم. كعيادة مشاركة مع المستشفى، ثم. نعم. تركت المستشفى بسنة 2017، يعني بمنتصف شهر 12. العيادة هون تأسيسها بدأ بشهر 11 بال 2016. نعم. أخذت وقت عبين ما تأسست، لأنه كان لي رؤية موضعية، يعني مش أنه مجرد عيادة تقليدية، هو. نعم. شبه مركز متكامل تقريبا. نعم. الهدف منه متابعة المريض، الأمراض العادية يعني الأمراض الباطنية المتعارف عليها، وضعية خاصة للاعتناء بالمرضى اللي لهم حاجات خاصة، الرعاية التلطيفية والألم. جميل. سعد دكتورة وفاء، خلينا نوضح للسادة المشاهدين شو المقصود بالرعاية التلطيفية. تفضل. الرعاية التلطيفية هي علم قائم بذاته. نعم. الاهتمام بالمريض في مراحل حساسة من حياته، سواء أي مريض من بداية تشخيصه بأي مرض مزمن. نعم. قد يؤدي إلى قصر عمر المريض، لأنه يؤدي إلى مضاعفات نتيجة المرض أو العمليات الناتجة عنه، أو حتى نتيجة الأدوية أو الأشعات اللي بياخدها. نعم. كان مقصور زمان الاعتقاد بأنه الرعاية التلطيفية هي الاعتناء بالمريض في المراحل الأخيرة من حياته قبل الوفاة. نعم. وأنه ما يعملوا أي شيء للمريض، مجرد أنه do nothing يعني باعتبار، لكن لا. نعم. الرعاية التلطيفية أي مريض من بداية تشخيصه بمرض مزمن، سواء بداية مثلا مرض القلب في مراحل متقدمة، مرض السكري، المرضى اللي عندهم اختلال في وظائف الرئتين نتيجة تليف على الرئتين أو COPD بنسميه أحيانا. نعم. نقص الأكسجين، المرضى اللي عندهم جلطات على متكررة مثلا أو جلطة على الدماغ أدت إلى شلل. نعم. احتاج أنه يقعد في السرير فترة. نعم. بالإضافة لمرضى الكانسر طبعا. جميل. دكتورة، ما هي أعراض هذا المرض؟ الأمراض الرعاية التلطيفية متفاوتة حسب حالة المريض، ممكن أنها تكون أمراض إلى علاقة، خلينا نحكي بالقلب مثلا، هبوط في الرئتين، عدم قدرة على التنفس، تورم بالساقين، آلام متكررة بالصدر، بيحتاج المريض ينعمل له عملية مثلا قسطرة، تشخص أنه عنده نقص تروية، نعمل له شبكات، بعد الشبكات نتيجة المرض الأساسي سواء ضغط ولا سكر، استمرارية في ارتفاع الدهنيات أثرت على الأوردة والشرايين سواء الأصلية أو المزروعة. نعم. أو اللي تم توسعتها. إذا المريض ما اهتم أو ما انتبه أو صار في تسارع في حالة مرضه، ممكن يأثر على وظائف القلب أو العضلة نفسها، بحيث أنها توصل لمرحلة تتعب فيها العضلة بشكل كبير. نعم. بتضطر ساعتها أنه محتاج تغييرات في حياته، بدخل على الخط الرعاية التلطيفية. نعم. هل هي لها عوامل سعادة الدكتور وفاء قاسم من عوامل جسدية ونفسية؟
طبعا الرعايه التلطيفيه نهتم بالمريض بالتخفيف من معاناته بجميع انواع المعاناه، نعم. معاناه جسديه بوجود الالام وغيرها، نعم. معاناه نفسيه، معاناه روحانيه، وحتى الناحيه الاجتماعيه سواء للمريض او حتى عائلته المصابه. يعني الحاله الاجتماعيه بشكل عام نحكي احنا. طبعا في بعض المرضى مثلا نتيجه مرضه بيحتاج انه يدخل مستشفى، بتوقف عن عمله، نعم. او بيصير عنده حاجات خاصه من ناحيه اجتماعيه خاصه، اذا كانت سيده مثلا اصيبت بسرطان واحتاجت انها تروح على المستشفى، مين حيقوم او يساعدها في اتخاذ المساعده او القرارات في الامور اليومية، مين حيدرس الأولاد، مين حيوديهم، مين... هاي الأمور تحتاج مرات إلى أخصائي اجتماعي يقيم حالتها، وبالتداول مع أعضاء التيم كامل، أعضاء الفريق كامل، بنشوف إيش الأشياء اللي ممكن مساعدتها. نعم، آلية التدريب دكتورة للمريض، يعني ذكرت أنت الحالة الاجتماعية، وأكيد يمكن ينعكس من جوانب أيضا أخرى، في له تدريب مخصص للمريض؟ طبعا هو نعم. تدريب، لأنك لازم من البداية كيف توصل للمريض اولا الخبر اللي هي كوميونيكيشن، كيف يعني توضح له مرضه الاساسي او المضاعفات اللي بتلجأ عنه. طبعا احنا عندنا في مجتمعنا عنصر الحمايه موجود، اللي بيجي الاهل المريض بيجي بيقول لك ما تخبره، ما تحكي له انه مرضه مستعصي او راح يصير مضاعفات. فعمل محتاجين احنا نراعي الكلتشر او البيئه الحاليه. هذا طبعا بيتم عن طريق زي ما حكيت لك الفريق، الطبيب، الممرض، المرشد النفسي، المرشد الاجتماعي، احيانا بنحتاج لمرشد روحاني او مرشد روحاني. روحاني احيانا بالضبط. احنا بنحكي بشكل عام. تمام. نعم، ما هو العنصر النفسي في تنظيم الحياه؟ العنصر النفسي طبعا الحين الاساسي، الحاجات الاساسيه للانسان اللي يميزه عن بقيه الكائنات، انه مش بس الاغراض الماديه من اكل وشرب ونوم، في الامور النفسيه تتضمن انه شعوره بانه انسان منتج، انسان له وضعه في الحياه، انسان حقه ان يشعر بالسعاده، يحقق امنياته، يكون له دور فعال في اسرته. طبعا اهم كمان عنصر في على الجانب النفسي احساس الانسان بالامان، يعني الله يعين الشعوب اللي حوالينا، واصبحنا الان ملاذ للشعوب اللي طبعا النكبات اللي حوالينا، فشعور الانسان بالامان مهم جدا في اكتمال نفسيته، وانه يشعر بانه انسان سوي. جميل جميل. يعني دكتورة انا بضم صوتي الى صوتك. دكتورة، كيف يتم التعاون بين الرعاية التلطيفية وأخصائية التغذية؟ طبعا الرعاية التلطيفية زي ما حكينا الاهتمام بالإنسان في جميع جوانبه، فما بيقوم بشخص لحاله، الدكتور لحاله ما بيقدر يقوم فيه، لابد أن يكون أعضاء الفريق المتكاملين والمتفاهمين، بتضمن الدكتور، الممرض أو الكوردينيتر، الأخصائي النفسي، الأخصائي العلاج الطبيعي، المعالج الروحاني زي ما حكينا، وطبعا الصيدلاني أو الكلينيكال فارماسيست بيكون عنصر مهم. لا مهم بالتنسيق مع هدول كلهم، بالإضافة لذلك اللي هو الأخصائي التغذية، لأنه الإنسان محتاج الأكل تاعه، خاصة إذا كان عنده استئصال في جزء من الأمعاء مثلا، أو ما عنده قدرة على البلع نتيجة جلطات مثلاً على الدماغ أو غيره، أو إنسان معمول له فتحة للتنفس وبالتالي يحتاج لفتحة للتغذية عن طريق البطن بسميها البيك تيوب، لابد من أنه الأهل والمريض نفسه نعرف نعطيهم تعليمات خاصة بطريقة التغذية. في ناس مثلاً عندهم هبوط في القلب، ما بدك تعطيه سوائل كثير، أو بدك تخفف الأملاح، لازم تعطيه كمان نوع معين من الأكل اللي فيه بروتين معين محسوب بمقدار محدد. فالأخصائي التغذوي أو الكلينيكال نيوتريشنست اللي بيكون أو الدايتيشنز اللي بيكون معنا مهم جدا دوره. كمان مهم في حالات اللي عندهم سمنة، قبل ما نلجأ لعمليات وغيره، أو اللي عنده ضغط وارتفاع بالضغط وارتفاع بالسكر، قبل ما إنك تعطيه الأدوية أو شايف إنه المريض مش عم بيستجيب للأدوية، تضبط الوضع الوزن تبعه. الوزن محتاج شغلتين، كمية الأكل اللي بدخل على جسم الإنسان، توازنه والأملاح كمان، توازنها مع الوضع الطبيعي، الوضع أو خلينا نحكي الوزن المثالي، نوصل له بالتعاون مع الأخصائي التغذية الكلينيكال نيوتريشنست أو الدايتيشن. فهون بيكون دوره مهم جدا. سعادة الدكتورة وفاء قاسم، خلينا الآن حابين نوجه رسالة للسادة المشاهدين وقاية لتجنب هذه الأعراض. طبعا الأهم نصيحة بوجهها للمشاهدين في جميع الأحوال إنه يهتم بصحته
الأساسيات أنه يبتعد عن التدخين، نعم. السموم البيضاء اللي هي تتمثل بالملح والسكر، نعم. زيادة الوزن لأنه أصبحت مشكلة عالمية عند الكبار والصغار، والسمنة بشكل عام، نعم. قلة الحركة لأنه الإلكترونيات خلت شبابنا وبناتنا مش زي زمان يطلعوا يتحركوا يروحوا ييجوا، حتى حصة الرياضة في المدارس أصبح الاهتمام فيها أقل، نعم. تجير لحساب أنه انتهاء من المنهج وغيره، كلنا عندنا أطفال وبنشوف. الأهم من ذلك كله الاهتمام بالتغذية الصحيحة، نعم. الرجوع إلى الأشياء الطبيعية، الابتعاد عن خلينا نحكي الوجبات السريعة، نعم. وغير هذا كله أنه الإنسان يعطي وقت لنفسه يهتم بصحته النفسية. وكل عام وانتم بخير، رمضان على أكيد الأبواب، أكيد أكيد. مهتمين كمان برضو الناحية الروحانية، الإنسان يحاول يشحد أو يشحن قدراته الشخصية من ناحية الروحانية والنفسية كمان. نعم، يعني كلام جميل دكتور. دكتورة وفاء قاسم، دكتورة وفاء أكيد إحنا أيضا نحكي لك كل عام وانت بخير، وللسادة المشاهدين بحلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله على أبواب إحنا نحكي، شو بتحب توجه لهم رسالة قبل نهاية هذا البرنامج؟ الله يديم الصحة والعافية على الجميع، وإن شاء الله تنعاد علينا المواسم الطيبة والأيام المفترجة، نعم. وربنا يتقبل الدعاء الطيب منا جميعا ويفرجها على علينا وعلى جميع اللي حوالينا يعني. تنعاد على الأمة الإسلامية إن شاء الله بالخير واليمن والبركات، وربنا يقدرنا على أداء الطاعات ويتقبلها منا بوجه صحيح. آمين آمين يا رب العالمين. ونحكي الله يديم نعمة الأمن والأمان، وكل عام وكل مشاهد وهو بخير أكيد بشهر رمضان الفضيل، شهر المغفرة أكيد والرحمة. سعادة الدكتورة وفاء قاسم، حابين أن نحدد للسادة المشاهدين موقع هذه العيادة بحولتها الجديدة، عيادة الدكتور وفاء قاسم أحمد، وأيضا نضيف أيضا صفحة الويب سايت والفيسبوك عبر هذه الشاشة. تفضلي دكتورة. طبعا عيادتي هلأ انتقلت بجانب المستشفى التخصصي بشارع جابر ابن حيان، نعم. بعمارة رقم 2 اللي هي مقابل صيدلية فارماكير، عمارة البركة بلازا الطابق الأول، نعم. وأهلا وسهلا فيكم دائما، شرفتونا دائما، وجلسات يعني مميزين إن شاء الله، نعم. والله يديم الصحة والعافية على الجميع. أكيد على الجميع يا رب. وفي نهاية لقانا أعزائي المشاهدين الكرام، نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الدكتورة وفاء قاسم، وهي استشارية الأمراض الباطنية والرعاية التلطفية والألم، وبالمناسبة هي رئيسة أيضا الجمعية الأردنية للرعاية التلطيفية وعلاج الألم. نتمنى لها التوفيق والنجاح، ونشكر أكيد سعادة الدكتور وفاء قاسم بهذا اللقاء عبر شاشة قناة جوسات، ونحكي لك مرة أخرى كل عام بخير بحلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. كل عام بخير وأهلا وسهلا فيكم دائما. الله يعطيك العافية دكتورة. يعافيك يا رب.